عليكم سابع. اليوم حنبدأ في درس جديد بعنوان علم التصنيف. علم التصنيف، في البداية رح نحكي ليش العلماء توجهوا إلى علم التصنيف، ليش العلماء توجهوا إلى علم التصنيف، أو ما فائدة التصنيف، ما فائدة التصنيف. فائدة التصنيف يا سابع هو تسهيل دراسة الكائنات الحية وتسميتها ووصفها، لأن أعداد الكائنات الحية هائل. إذن توجه العلماء إلى التصنيف، أو ما فائدة التصنيف، لحتى نسهل دراسة الكائنات الحية وتسميتها ووصفها، ولأن أعداد الكائنات الحية هائل. أعداد الكائنات الحية عددها كبير جدا، فعشان يسهل على العلماء دراستها والتعرف عليها وتسميتها ووصفها، توجه العلماء إلى ما يسمى بالتصنيف. تمام؟ إذن حكينا في بداية عن فائدة التصنيف. فائدة التصنيف هو لأنه أعداد الكائنات الحية هائل جدا، توجه العلماء إلى علم التصنيف حتى يسهل عليهم دراستها والتعرف عليها وتسميتها ووصفها. طيب إيش يعني علم التصنيف؟ إيش يعني علم التصنيف يا سابع؟ عرف علم التصنيف. هلا لما يكون مثلا أنا عندي مثلا قدامي مجموعة من كتب، مثلا كتب للصف السابع، كتب للصف الثامن، كتب للصف التاسع، وكلهم مخلوطين مع بعضهم البعض. هلا أنا شو لازم أعمل؟ لازم أفصل كتب سابع لحال، كتب ثامن لحال، كتب تاسع لحال. فإيش ببلش؟ بمسك مثلا الكتاب، كتاب سابع مثلا بحطه مثلا على اليمين، كتاب مثلا ثامن بحطه على اليسار. تمام؟ وكل كتب سابع بحطها وين؟ فوق بعضها البعض. فبالتالي هون انا ايش عملت؟ عملت تصنيف، انه صنفت كتب سابع لحال، كتب ثامن لحال. تمام سابع؟ فخلينا نعرف التصنيف. عرف التصنيف يا سابع هو توزيع الكائنات الحية في مجموعات اعتمادا على خصائصها العامة. إذا عرف التصنيف يا سابع هو توزيع الكائنات الحية في مجموعات، توزيع الكائنات الحية في مجموعات اعتمادا على خصائصها العامة. إذا ذكرنا عن فائدة التصنيف اللي هو لتسهيل دراسة الكائنات الحية وتسميتها ووصفها، ولأن أعداد الكائنات الحية كبير جدا. وعرفنا التصنيف هو توزيع الكائنات الحية في مجموعات، توزيع الكائنات الحية في مجموعات اعتمادا على خصائصها. في البداية صنف العلماء الكائنات الحية حسب نمط التغذية. صنفوا العلماء في البداية الكائنات الحية حسب نمط تغذيتها، صنفوها إلى مجموعتان. إذا جبت لك في الامتحان يا سابع أذكر أصناف الكائنات الحية حسب نمط تغذيتها، إيش بدك تحكي لي؟ مجموعتان، ذاتية التغذية واحد، ذاتية التغذية اثنين، غير ذاتية التغذية. إذن صنف العلماء الكائنات الحية حسب نمط تغذيتها إلى مجموعتان، ذاتية التغذية وغير ذاتية التغذية. كيف يعني ذاتية التغذية؟ ذاتية التغذية يعني تصنع غذاؤها بنفسها ولا تعتمد على غيرها في غذائها. من الأمثلة على الكائنات ذاتية التغذية هي النباتات. طيب نيجي على القسم الثاني، هي غير ذاتية التغذية اللي هي إيش؟ هي التي تعتمد على غيرها في غذائها، تعتمد على غيرها في غذائها. مثل مين؟ مثل الحيوانات. إذن في البداية صنف العلماء الكائنات الحية حسب نمط تغذيتها إلى مجموعتان، ذاتية التغذية يعني بتعتمد لا تعتمد على غيرها في غذائها، وغير ذاتية التغذية اللي هي بتعتمد على غيرها في غذائها. تمام؟ طيب ولكن يا سابع صار في عندي تطور في علم التصنيف، صار في عندي تطور في علم التصنيف، يعني بطلوا يصنفوا الكائنات الحية إلى ذاتية التغذية وغير ذاتية التغذية، لأنه صار في عندي تطور في علم التصنيف. طب ما سبب تطور علم التصنيف يا سابع؟ ما سبب تطور علم التصنيف؟ هو نتيجة التقدم العلمي وتطور الأجهزة والأدوات التكنولوجية. إذن صار في عندي تطور في علم التصنيف. خلينا نحكي ما سبب هذا التطور، ما سبب تطور علم التصنيف يا سابع؟ سبب
التطور في علم التصنيف هو نتيجة التقدم العلمي وتطور الأجهزة والأدوات التكنولوجية. فبطلوا العلماء يصنفوا الكائنات الحية حسب تغذيتها إلى ذاتية التغذية وغير ذاتية التغذية، صاروا يصنفوا العلماء الكائنات الحية حسب وحدة تركيب الخلية. هلا صار في عندي تطور في الأجهزة، اكتشفوا عندي المجاهر، فصاروا يدرسوا تركيب الكائن الحي من الداخل وتعرفوا على تركيب الخلايا المكونة لجسمه. فعشان هيك صنفوا الكائنات الحية إلى وحدة تركيب الخلية إلى مجموعتان، خلايا بدائية النواة وخلايا حقيقية النواة. إذا حكيت لكم في الامتحان صنف الكائنات الحية حسب نمط تغذيتها، إيجك تصنف ليها يا سابع ذاتية التغذية وغير ذاتية التغذية. أما لو حكيت لك صنف الكائنات الحية حسب وحدة تركيب الخلية، إيجك تحكي لي خلايا بدائية النواة وخلايا حقيقية النواة. لهون رح نوقف الفيديو، رح نكمل عن الخلايا البدائية والخلايا حقيقية النواة في الفيديو القادم. يعطيكم ألف عافية.